الجانب المظلم من كرتون سبونج بوب. خلينا في الأول بعدا نعرفوا شكون هو سبونج بوب وكيفاش بان. سبونج بوب سكوير بانس هو شخصية كرتونية مشهورة من تأليف ستيفن هيلنبرغ، واللي هو عالم أحياء بحرية أمريكا الأصل. القصة كتدور على حياة سبونج بوب اللي هو واحد الإسفنجة الصفراء كيعيش في مدينة تحت البحر كتسمى بقاع الهامور. هاد السلسلة حققت نجاح كبير في العالم وصبحت أيقونة كرتونية عند الصغار والكبار، بحيث كتجمع ما بين الكوميديا والقصص الظريفة اللي كتعجب جميع الأجيال. ولكن واش بصح سبونج بوب هو شخصية بريئة كيف ما كنا متوقعين، ولا كاين وراه شي أحداث وشي أمور ما كناش عارفينها أو ردي ليها البال؟ هادشي اللي غادي نعرفوه إن شاء الله في الحلقة ديال اليوم أصدقائي. ولكن قبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم من سلسلة غموض رسوم متحركة، مكرهتش كيف العادة أنكم تشاركوا في القناة، وأهم حاجة هي أنكم تفعلوا خاصية الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد نتوما الأولين. المهم الفكرة كانت هي أن عالم الأحياء البحرية ستيفن هيلنبرغ يختار واحد الكارتون كتدور الأحداث ديالو كلها تحت البحر، والشخصية ديال هاد الكارتون كلها تكون مريضة ومختلة عقليا. ستيفن فعلا طبق هاد الفكرة المجنونة على أرض الواقع، وهنا فين ظهرت لنا سلسلة سبونج بوب سكوير بانس والأصدقاء ديالو. وكيف ما قلنا سابقا في بداية الحلقة أن الأحداث ديال هاد الكارتون كلها كتدور على واحد الإسفنجة صفراء سميتو سبونج بوب كيعيش في واحد المنطقة سميتها قاع الهامور. هاد الكارتون كيعرفو لحد الساعة شعبية كبيرة بزاف بين الناس. تم إنتاج أول حلقة ليه في سنة 1999 وطبعا باللغة الإنجليزية، ومن وراها تعرف وانتشر وتعرض في جميع الدول تقريبا، وترجم لبزاف ديال اللغات ومنهم اللغة العربية، واللي شفنا النسخة ديال على قناة MBC 3. المهم بعد ما انتشر كارتون سبونج بوب وعرف واحد الشهرة اللي كبيرة، بداو كيبانوا عليه العديد من النظريات الغريبة والمرعبة. وأول نظرية بانت كتقول أن السبب الحقيقي وراء الشكل والتصرفات الغريبة ديال سبونج بوب والأصدقاء ديالو هي بسبب واحد القنبلة نووية انفجرت في قاع الهامور، حيث هذا هو اسم المكان اللي عايشين فيه دوك الكائنات باللغة العربية. أما في النسخة اللي باللغة الإنجليزية واللي هي الأصلية كان الاسم ديالو الحقيقي هو بيكيني باتم. عارفين أن هذا الاسم شوية غريب علينا نوعا ما، ولكن هذه هي الحقيقة. واش كنتو عارفين باللي فعلا هاد المنطقة كاينة في عالمنا الواقعي تحت جزيرة مرجانية كاينة في المحيط الهادي سميتها بيكيني أتول؟ في سنة 1946 دولة أمريكا فجرت بزاف ديال القنابل النووية في عدة جزر، وحدة منهم كانت في قاع جزيرة بيكيني أتول. وكان الهدف من هاد التجربة النووية هو أنهم يعرفوا كيفاش غادي يكون تأثير ديال دوك الإشعاعات النووية على الكائنات البحرية اللي عايشة في القاع. وكيف ما قلنا أن وحدة من دوك القنابل فجروها في قاع المحيط وبالضبط في جزيرة أتول. ولكن للأسف أو لسوء الحظ الإشعاعات النووية كان عندها واحد التأثير اللي خطير جدا على دوك الكائنات والشعاب المرجانية اللي كاينين في ذاك المنطقة. نظرية أخرى كتقول أن سبونج بوب والأصدقاء ديالو وجميع سكان قاع الهامور هما اللي كيمثلوا دور دوك الكائنات اللي تعرضت للإشعاعات النووية. داكشي علاش دوك الشخصيات ماشي في واحد الحالة اللي طبيعية، والأشكال ديالهم نوعا ما غريبة. لألفوا هاد النظرية كيقولوا أنها حقيقية بالفعل وليست مجرد تأويل أو رؤية فقط، والسبب حيت قاع الهامور هو فعلا المكان الحقيقي اللي طرا فيه داك الانفجار في سنة 1946. وإلا فايتلك تفرجتي في هاد الكارتون غادي تلاحظ بزاف ديال الحلقات كيبين فيها داك المشهد ديال الانفجار. يعني جميع دوك الكائنات البحرية اللي كتعيش في قاع الهامور هي كائنات مشوهة جينيا بسبب داك الإشعاعات النووية اللي ضرباتهم. وهذا الأمر ما كاينش فقط غير في الكارتون، وإنما حتى في الحياة الواقعية كاين، حيث بطبيعة الحال كنا عارفين بأن الإشعاعات النووية كتسبب في حالة نوع من التشوهات، وكذلك في أمراض خطيرة وصعيبة للغاية، وأيضا تقدر تبقى لمدة طويلة وتنتقل من الجيل الآخر. ربما تقدروا تكونوا شفتوا هذا الحدث من قبل ولا سمعتوا به في الواقعة الشهيرة ديال القصف الذري على هيروشيما وناكازاكي اللي وقعت في بلد اليابان في عام 1945. المهم على العموم كانت هذه هي أول نظرية بخصوص الكارتون ديالنا سبونج بوب سكوير بانس. ودابا ندوزو لواحد النظرية أخرى اللي تقال فيها أن قاع الهامور هو في الحقيقة عبارة على واحد الكومة كبيرة من النفايات كان السبب ديالها الرئيسي هو التلوث، حيث المنازل اللي كنشوفوها في الكارتون معظمهم في الأصل مجموعة من بقايا السيارات محطمة وقعوا لهم حوادث وطاحوا في المحيط واستقروا في القاع ديالو إلى يومنا هذا. وإذا لاحظنا مزيان غادي يبان لنا قاع الهامور كله عبارة على بقايا من نفايات من الماضي. مثلا هاد الميرسات الصادئة اللي كنشوفوا قدامنا
واضح وبين أن مصدر ديال شي سفينة قديمة غرقات، ومطعم سلطع بيرجر ديال السيد سلطع هو عبارة على واحد المصيدة ديال السلطعون ممنوع من الاستخدام قانونيا، سقطات في قاع الهامور. كما أن دوك القفازات البيضاء البلاستيكية اللي كاينة في مدينة الملاهي كانوا كيتستعملوا في أحد المصانع لتنظيف وتغليف الأسماك، ومنزل سبونج بوب اللي على شكل حبة أناناس. وما نساوش أيضا الفيرست نوتيكا بانك اللي كاين في قاع الهامور، واللي هو عبارة على واحد المصرف على شكل برميل تخزين اللي كيكون في القوارب والسفن. وأخيرا منزل شفيق واللي كان عبارة على واحد ديكور منحوت يدويا. وإلا بقيتوا أيضا عقلين على ذاك البحيرة اللي كانوا كيعوموا فيها، علاش اللون ديالها غامق بزاف ومختلف تماما؟ طبعا كاملين باب الفضول طرحنا هذا السؤال على نفوسنا من قبل، وبغينا دابا الجواب ديالو. واحد النظرية مرعبة كتقول أن هاد البحيرة اللي كاينة في قاع الهامور هي في الأصل عبارة على زيت مستعمل ديال المحركات والسفن والبواخر، كانوا كيتخلصوا منه في القاع. يعني خلاصة القول كنستنتجوا حسب هاد النظريات كلها أن قاع الهامور ما هو إلا مدينة تكونت من المخلفات والبقايا ديال النفايات اللي كان السبب الرئيسي ديالها هو الإنسان. ودابا ندوزو لنظرية أخرى بخصوص قصة سبونج بوب الحقيقية. هاد النظرية كتقول أن الإسفنجة بوب كان شخصية حقيقية وكتعيش معنا في العالم الحقيقي، ولكن مات بسبب واحد الحادث كان مأساوي جدا، ومن وراها تحولت القصة ديالو شخصية كرتونية كتعيش في قاع البحر واللي كلكم كتعرفوها. المهم القصة أو النظرية كتبدأ مع واحد طفل صغير أو مراهق سميتو بوب، كان في عمره تقريبا 14 سنة. بوب كان طفل ظريف ومحبوب بين الناس وكل شيء عزيز عليه، والسبب حيث كان طفل طيب وكيبغي يدير الخير ويساعد الناس، بالإضافة إلى أن الطفل بوب كان عضو في أحد الجمعيات الخيرية اللي كانت كتعاون الناس وتساعدهم، وهذا الشيء في سن صغيرة بزاف. المهم في أحد الأيام شي واحد قدم ليه هدية واللي كانت عبارة على دراجة نارية صغيرة، ولكن للأسف الدراجة كانت هي السبب الفاصل في النهاية ديالو. الدراجة النارية ركب عليها الولد بوب وبدأ كيخدم عليها كموظف توصيل، يعني كيوصل بها الطلبيات للناس. حتى لواحد النهار فين كان بوب مزروب باش يوصل واحد الطلبية، حتى كيلقى راسو واصل قدام واحد المنحدر مرتفع بزاف، وفقد التوازن ديالو وطاح من فوق داك المنحدر الصعب. وفي الوقيته اللي طاح فيها بوب داك الطيحه الخايبه شافوه بعض الناس من السيارات ديالهم وعيطوا للاسعاف وخذوه للمستشفى بسرعه، لكن الحاله ديالو كانت جد خطيره. المهم ولد بوب دوز مده اسبوعين وهو في حاله غيبوبه، ولسوء الحظ ماقدرش انه يتحمل وفي النهايه فارق الحياه، والسبب حيث كانت الحاله الصحيه ديالو خطيره بزاف. الناس كلهم بقى فيهم الولد بوب حيث كان طفل ظريف ومسالم وكيبغي الخير للناس ويساعد اي واحد محتاج. داكشي علاش ديما كنشوفو سبونج بوب فرحان للغايه، حيث كيدير الخير في الناس والاصدقاء ديالو. وكانوا هادو هما بعض اهم النظريات الغامضه على قصه كرتون سبونج بوب. وكيبقى السؤال المطروح هو واش من الممكن تكون هاد النظريات كلها اللي عرفنا اليوم في هاد الحلقه بالصح ام مجرد افتراضات لا اساس لها من الصحه؟ كنتمنى تخليو لي الاراء ديالكم في التعليقات. وحتى لهنا كنكونوا اصدقائي وصلنا لنهايه الحلقه ديال اليوم من سلسله غموض رسوم متحركه، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، واهم حاجه هي انكم تفعلوا خاصيه الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.